الشهيد معاذ محمد، السيد محمد كامل، شهيد شبرا الخيمة، طالب في جامعة الأزهر كلية التجارة، 20 سنة، أحد الشهداء في جمعة الغضب 28 يناير. الشهيد معاذ يحفظ القرآن الكريم، وكان على خلق وكان مؤدب جدا ومقرب من أصدقائه. نزل ليوم جمعة الغضب طبعا بدون أن يعلم أحد أنه قد نزل أو سينزل إلى ميدان التحرير. ثم جاءنا نبأ استشهاده ليلا في الميدان في أمام المتحف المصري. وطبعا صدمت أو يعني فوجئت لاستشهاده، لأنني قبل استشهاده بأسبوعين تماما كنت قاعد بتكلم معاه وقلت له أن المسلم لابد أن يكون لي هدف وهدف كبير، وقلت له أن كل المسلمين زمان كان بيجعلوا لهم هدف أسمى في حياتهم، ليست الدنيا ولكن الشهادة في سبيل الله. فقال لي بهدوء شديد، قال لي أن أنا أتمنى أن أموت شهيد. فقلت له أن إن تصدق الله تصدق الله يصدق. فقال وأضيف على ذلك أني أتمنى أن أستشهد يوم الجمعة. فعندما جاءني خبر استشهاده فعلا لم أتمالك نفسي من البكاء، لأني شعرت أنه ولد قد صدق الله فعلا، فصدقه المولى تبارك وتعالى وحقق له ما كان يأمله أنه استشهد فعلا، وكمان استشهد يوم الجمعة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعني إيه يلحقنا به غير خزايا ولا مفتونين. وطبعا كان معاذ يعني هو الولد المقرب مننا شخصيا ومن أمه بصفة خاصة، فكان لها مكانة في قلبه وكان دائما ما يحرص على رضاها وعدم إغضابها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا به يوم القيامة وألا يفتننا بعده ولا يحرمنا أجره. أنا أسمع أمه وبعد كده تحكي لي الإصابات الكثيرة اللي في وشه. حاجه عن حياته، معاملته معاك ازاي؟ ما هو ايه لو قولي معلش بقى. انا عايز اسمعها من حضرتك. انا اسف معلش. اتفضلي. والله ما ادري، والله ما عارف اقول حاجه. طيب والله ما عارف. والله ما عارف. قولي احكي لي يا محمد الاصابات الشديده اللي فاضت ديت. اصابات شديده جدا. هو انا بعد ما رحنا المستشفى وجدت انه مصاب اصابات كتير جدا ومن مسافه قريبه، وانه مصاب في الوجه ومصاب في الرقبه ومصاب بعدد ايضا كبير من الاصابات في الظهر وفي خلف الراس. ف يعني انا تعجبت من شده هذه الاصابه وبدات اسال يعني ازاي اتصاب بالاصابات دي، لان المسافه قريبه، يعني واضح ان المسافه كانت قريبه. فالتقيت مع بعض اصحابه اللي كانوا موجودين معاه اثناء الاحداث واثناء الضرب، فقالوا لي ان هو كان متواجد معاهم في الميدان، وبعدين حصل اشتباك ما بينهم وبين قوات الشرطه في طلعت حرب، واصيب في ميدان طلعت حرب اصابه في الراس من خلف الراس، ونقلوه للمستشفى الميداني وتمت معالجته علاج ميداني يعني موضعي. وبعد ذلك طلبوا منه الاصدقاء يعني ان هو يبقى في المستشفى حتى انتهاء الاحداث، خوفا من ان هو ما يقدرش يكمل او ايه، ان الاصابه كانت برده مش بسيطه. فهو اصر ورفض ان هو يتركهم واصر انه يكمل معاهم المشوار، وانطلقوا الى الميدان مره اخرى ناحيه المتحف. فاحد اصدقائه بيقول لي ان هو بدا يتحرك كتير وبدا ياخد القنابل يرميها من على الارض يرميها على الشرطه، وكان متحرك. فاحد الضباط قال لهم انا عاوز الولد ده، اضربوا الولد ده.
ففعلا نزل اتنين ضباط واطلقوا عليه اربع طلقات خرطوش، اربع طلقات خرطوش من مسافه متر او متر ونص، متمركزه كلها في الرقبه والوجه وخلف الراس من الخلف والظهر. فحدثت الاصابات اللي موجوده دي طبعا لما رحنا المستشفى وجابت المفتشه الصحه يعني بتشوف الاصابات، ف ما كملتش يعني، فضلت تعد. انا فضلت ماشي معاها بعد معاها لغايه 85 اصابه، يعني 85 خرم في جسمه. فقالت كفايه كده، يعني ايه كفايه، يعني كفايه هذه الاصابات. بص الجزء ده تماما اصابات كثيره جدا في المنطقه دي، المنطقه دي برضو فيها اصابات، ناحيه القلب فيه اصابات، الوجه خلف الراس وخلف الظهر اكتر بكتير من اللي موجود في الوجه وفي الصدر. يعني الاصابات اللي موجوده في خلف الراس اللي مش ظاهره في الصوره وفي الظهر من الخلف كانت اصابات كثيره جدا جدا. فاربع طلقات خرطوش كاملين من مسافه متر ومتر ونص ضربوا عليه في وجهه، فده يعني ده قتل متعمد تماما. لا استطيع احد ان يقول ان هو ده كان لا بلطجي ولا انسان يعني اتقتل صدفه، ولا كان هم بيضربوا في الرجلين او بيطلقوا قنابل غاز وضربوه، لكن ده قتل متعمد، يعني قتل متعمد، قتل باوامر مباشره، اقتلوا هذا الولد فقتلوه. نسال الله تبارك وتعالى ان يتقبله وان يرزقنا القصاص لمن قتله. شكرا لكم.